بهدف مساعدة الأطفال وتسهيل عملية التعلم عليهم، وزع مكتب رياض الأطفال بمراقبة التربية والتعليم ببلدية الأبيار مجموعة من الهدايا والأدوات المدرسية والألعاب للطلبة في رياض الأطفال بالمدينة. يأتي ذلك في إطار اهتمام إدارة التعليم المبكر بوزارة التعليم بالحكومة الليبية بالأطفال والحرص على توفير كل المستلزمات التي يحتاجونها في التعلم. أولا نتقدم بالشكر الجزيل إلى المكتب الإعلامي في مراقبة التربية والتعليم الأبيار على هذا المجهود الذين يقومون به. ثاني شيء، اليوم عندنا إن شاء الله توزيع الحقائب اللي هن حقائب الطفولة المبكرة التي أتتنا عن طريق وزارة التربية والتعليم الحكومة الليبية المؤقتة. والحقيبة هذه عبارة عن أشكال ومجسمات ومكعبات خاصة برياض الأطفال، وهي تعتبر لفتة يعني طيبة من الوزارة إدارة العمل التعليمي المبكر، فنشكرهم كل الشكر ونقول لهم كل التقدير والاحترام. إيلاء أهمية للأجيال الجديدة والناشئة والعمل على تطوير مهاراتهم الفكرية والذهنية من شأنه أن يؤسس لمستقبل أفضل.